ليديز اند جنتلمان، حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا اليوم جبت لكم مقطع جديد يا ستير. مقطعنا اليوم حبايبنا مثل ما انتم شايفين عندنا نزل المتجر الجديد شباب، متجر تخفيضات. يعني ايش متجر الغامض؟ يعني كلهم نفس الشيء، فهمتوا علي كيف؟ المهم متجر تخفيضات حبايبنا، التخفيضات تصل الى 90% يا ستير. بس قبل ما نبلش باي شيء لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، لا تنسوا باللايكات والشيرات والبارتاجات وكل شيء. خلي ان شاء الله بتطور. يلا خلينا ندخل عليه، خلينا ندخل شباب. شوف ما في بهذا المتجر. اوكي هات لنشوف. طبعا شباب بدنا نشوف في شباب هذا المتجر فيه الفاير باس. اوكي حبايبنا، سو يا ساتير رح نحاول نشحن تقريبا حسب التخفيض تبعك. اكيد تقدر تجيب الشحن جواهر شباب، نختار من التعليقات حبايبنا. اوكي تعليق حلو مرتب، حط الاي دي حبيبي والله. اوكي يلا نبلش حبايبنا. الان اوكي طولوا بالكم، عندنا هون الجواز على اليمين، عندنا هون شباب الجواز. طبعا شباب قولي طلع لي السكين من اول لفه، هذا هو السكين شباب اللي حبيت اشوفه. اوكي حزبة امير الحرب المقنع باللوز. طبعا شباب هاي التخفيض كثير معلم، ما يعجبنا هذا التخفيض شباب، لازم بدنا نحاول اجيب البطاقات والاشياء. طبعا هذول عندي اياهم هذا الشباب. اوكي الشوت جن عندنا اياهم، وهذول عندنا اياهم تمام موجوده هون. اوكي حبايبنا رح نعمل حال غير نغير التخفيض شوي. شوف حظنا بالتخفيض يا ساتير، شو 52 اتس اوكي. لا هون ليش 719؟ طول بالك، خلينا نجرب تخفيض مره ثانيه شباب. لا تذكر طبعا شباب، ركزوا كيف شباب الله يسعدكم عشان تعرفوا كيف. قول لي لا 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 لا، طولي بالك طولي بالك طولي بالك يا زلمه طولي بالك. 62 خلص شباب، انا بعرف اكتب 62 ما راح يطلع لي شباب. ليك شباب خلينا نتقبل بهذا الشيء وناخذ هالبطاقات كمان تمام. وبس هدول هن عنا اللي زمان اهم شيء شباب، بطاقات الدايموند. خلينا نعمل شيء الان. اوكي هيك بكون جبنا الحزمه شباب باللوز. اوكي طبعا شباب هذا المتجر فيه يعني بطاقات، وما بطاقات فيها اشياء كثير حلوه ومرتبه، فهمتوا علي كيف؟ اوكي لهيك شباب هذول الاشياء ما يلزمونا تمام، راح نعمل لهم تحديث. اوكي نشتري بطاقات الحاضنه، هذول شباب كثير كثير شيء شغلات يعني حبيبي والله. والله حطيت لك هذا السكين حلو، وكمان بطاقات تغيير اسم كمان شيء مرتب حبايبنا باللوز اللوز. طبعا شباب نزلت لكم مقطع امبارح شباب، بتمنى من كل الاسطوره اللي ما شاهدوا يروحوا يشوفوا يا صديق مقطع باللوز. اوكي هلا رح نجرب نعمل تخفيض شباب، نجرب حظنا نعمل تخفيض، اذا طلع لنا اكثر من 60 وشوي يعني شباب تخفيض لازم. طبعا شباب انا بعرف حظي ما بيطلع لي انا تخفيضات يعني 90 وكذا 80، ما في شباب لازم لازم فرق. شوف 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 هوبلا حلو خلاص. جيب جيب اشت 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 جيب 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 معنا جيب جيب باللوز. جبنا السكين البل. اوه شباب في صناديق الفاماس، هذول انا ما لازم نعملكم عليه مقطع شباب. والله صناديق الفاماس شباب، لا لا نجيب 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 جد جد نجيب بطاقة الحاضنة تمام، هذول بيلزمونا. صناديق الفاماس 8 اوكي ونجي هذول ناخذ هذول كمان 55 اتس باللوز. والله طولوا بالك ناخذ بطاقات هذول، هذول افضل شباب. خلينا نشتري قول لي ويلي على الرومات شباب، يا سلام 10 رومات باللوز. لا تبعت شباب بعتونا رومات شركه احسن احسن ما نشتري شباب حبيبي والله. اوكي هون شوفي بقى عنا شباب، هات لشوف 53 بطاقات حاضنه نجيب و وشو كمان شو هذا صندوق غنائم الغضب بركاني. لا هاي بس نشتري بطاقات الحاضنه معلم، حاضنه بس بكفي. اوكي اللي بعده هون شوفي عنا شباب، عندنا هون بطاقات حاضنه 140 اوه تخفيض اسطوري هذا يا سلام. لا والله شباب نجيب شويه رومات كمان تمام، وهي بطاقات كمان باللوز حبيبي والله. صراحه شباب لازم يكون في تكتيك، لازم تستعمل تكتيك الافعى معلم وانت عم تجيب هدول البطاقات تمام. اهم شيء بتحاولوا يعني مرات تجربوا حظكم تمام. طبعا هون مثل هون شباب يعني تخفيض لا ما يجابنا، بنحاول نجيب تخفيض قوي على اليسار. يلا 75 هيك تخفيض، هذا شباب تخفيض مرتب تمام. هلا بدنا نجرب نحدث هذا، فهمتوا علي؟ نحدث يمكن يطلع لنا شيء افضل. طبعا جبنا السكين البنت والشاب، هذول كنت حابب اشوفهم يعني اهم شيء. هون 75 شو في عندنا؟ والله شباب 10 ب 10 رومات ب 52 لعينكم شباب، رح نعمل لكم رومات. روح نجيب رومات. اوكي نجيب رومات يلا روح. بس يا اخي 250 75 يا اخي والله مو هي بطاقات، في بطاقات هي كمان يلا باللوز. خلينا نجيب هذول الرومات معلم، هذا نشوف ما شاء الله بجيب الاشياء اللي بلزموني. طبعا فهمتوا علي كيف؟ انتم اذا بتحبوا في تاخذوا اشياء ثانيه مثل هذا السكين بالوسط حبيبي والله. يلا اعتقد هون شباب اخذت اهم شيء اللي بدي اياهم، ما عاد شيء بدنا اياهم تمام. قول لي تخفيض 25 بطاقات، يا سلام والله شباب شيء باللوز. رح نعمل الحمل، رح نعمل نجيب تغيير بطاقات شباب، كل شوي تغيير بطاقات. نعمل لكم مقلب نعمله على البث المباشر حبيبي. اوكي يلا نروح ما بقى عنا، بدنا بطاقات الحاضنه والحاضنه حسب ما اعتقد شباب خلصوا تمام. خير رستت هون
يا اخي شباب والله ما عاد افهم ليش كل شوي مرات ما بدخل على شيء حدث لعبه تفصل عندي حبيبي والله. اوكي قول لي هون عندنا بطاقه الدوله بيلزمونه 33 تخفيض. لا يا زلمه بيض يا اخي ما بدنا هندرس شوي التخفيض هذا نجيب تخفيض مرتب يعني قعدنا نطلع التخفيض 90 شباب انا 45. لا والله شباب ما اقبل. لا يا اخي ما اقبل اقسم بالله ما اقبل شباب. شو هذا نجرب حظ هاي خمسة ايوه مشي الحال هيك 75 مرتب باللوز. والله شباب 75 ظاهر هذا نجيب يلا معنا شو اوكي شو بقى عنون شباب ما جبنا تمام. قولي 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 طبعا دول شخصات عنا دول البطاقات والله لا نحدث نحدث نشوف شو اهم شيء بطاقات. قولي هاي بطاقات حلو نجيب هالبطاقات شباب باللوز حبيبي والله هجبنا البطاقات هدول اهم شيء. هون شو بقى عنا ما بقى عنا شيء لزمنا هون شو هذا انا هذا طبعا شباب انا ما بطلع عندي الفاير باس انتوا بيطلع عندكم لان انا شاحن الفاير باس فهمتوا علي كيف. والله حلو نجيب هالرومات كمان والله نجيب الرومات شباب ليتس جو. اوكي 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 باللوز هون ما بقى شيء ما بقى في شيء زمان. طبعا هذول دول الصناديق شباب دول صناديق بنطال حظي وين صناديق حلوه. شو بقى انا هون يا اخي شو هذا السنايبر هذا والله شباب ما فهمت هذا الشيء والله نشوف السنايبر شباب خلينا نجيب هالصناديق نجربهم نشوف شو السنايبر يعني الميزات تبعهم. اوكي نعمل تحديث لا خلا هذول كلهم ما بيلزمونا هذول كل شيء موجود هون ما بيلزمونا حبايبنا. اوكي باللوز رفرش 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 قول لي ما عاد بدنا شيء شباب هون كل شيء تمام. اعتقد هون شباب اخذنا الاشياء المهمه بالحدث هذا. اوكي خلينا نطلع لبرا شباب ونشوف. اوكي طلع برا تمام قول لي شباب في عندنا كثير اشياء لازم نشوفها مع بعضنا طولوا بالكم. ندخل على الخزنه اول شيء ندخل على الصناديق حابب اشوف هذا التبصون هذا. اوكي هذا فيه المدى وسرعة التحميل وهذا شو فيه هذا والضرر تعرفوا شو غير نفتحهم والله نفتحهم معنا بشوف حظنا ما طلعنا شي دايم ما في شي دايم شاب ثبتكم شاب نعملكم مقطع تفتيح بقجات باللوز خلي وصلنا مقطع 10000 لايك ليتس جو. اوكي في شي تاني شاب حبيت اشوفه كمان اللي هو وين هذا وين كان في صندوق تاني ولا شو معلم وين كان هذا مو هذا والله. اوكي ما نو بروبليم اوكي ندخل على الباقه شباب نشوف هذا السكين اللي جبناه وينه وينه وين هذا هو البويا داي يب باي سكين البويا يا سلام عليك شباب لازم نجرب لازم نجرب شباب ما بيصير عليكم ما بيجيب شيء لازم نجربه شباب ما في مزح بالامر. ادخل على الدريب لنشوف معلم خلينا نشوف شكله هذا السكين يلا اوه شباب مثل ما انتم شايفين غيروا الستايل وما ستايل وشي شباب يعني احداث قويه جاي شباب احداث قويه جاي. اوكي هذا هو السكين حبايبنا تمام ما راح نطول يعني اطول بالك ثواني حبيبي والله والله شباب الصراحه مش عجبني هذا السكين ما اعرف هذا السكين بيشبه شي سكين الشباب ايام زمان والله ما بعرف بتذكر بس ولكن حبيبي والله خلينا نطلع شباب نشوف السكين البنت يلا نطلع الشخصيه طول بالك راح ندخل بعرف انه بعرف عم تنتظروا مني اعمل شيء طول بالك طول بالك انا بعرف شو بس ولكن طول بالك طلع السكين هذا معلم على الباقه نفتح الباقه البنت كمان افرجيكم اياها والله شباب حتى يعني باقه البنت ما يشبه شيء طول بالك شوفوا ركزوا معي الشعرات يعني والله اول مره بشوف هيك شغل شعرات لشخصيه بنت شباب الصراحه تمام القناع حبيبي والله هذا معه يجي معه لا مو معه هذا لا لا حال اوكي البنت التشاكيت اوكي البنطال معلم حبيبي والله هات ندخل التدريب ونجرب يا اساطير يلا ليتس جو يلا اوكي 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 يا بوي يلا حبيبي والله هذا هو شباب السكين مثل ما انتم شايفين اوه شايف في شيء هون شفاف هون شايفين هون شباب مع بعير انا شايفين هون مع بعير في شيء شفاف يعني الجاكيت شفاف هذا هو بالنسبه للسكين البنات شباب طبعا شباب والله يعني شباب دائما بحاول العب بشخصيه بنات بس ولكن للاسف شديد ما عم بقدر شباب ما عم بقدر العب اعطونا الطرق شباب شو هيك انتم بتقدروا تلعبوا بشخصيه بنات انا ما عم بقدر حبايبنا. اوكي خلينا ندخل على كريستيانو خلينا كريستيانو معلم نشوف وضعه مو كريستيانو وين هذا السكين جبناه طول بالك لا كنت حاطط ماكسيم فريق واحد اسطوره انا وانت وفريق واحد نعلم يا صديقي نعلم. ندخل على السكين شباب حبيت اشوف قطع قطع بالسكين عندنا الشعارات هذول يا حبايبنا طبعا الشعارات شباب باين عليهم يعني شيء باللوز القناع تبعه حبيبي والله هذا القناع شباب طبعا بيعطي هيك لانه شباب شوف لما يصير لما تحط هذا المكياجات وما مكياجات بصير باللوز حبيبي والله هذا هو القناع شباب التشاكيت طبعا نفرجيكم نفس الوقت البنطال ناخذ شي جسم هذا هو البنطال حبايبنا اوكي التشاكيت نغير لا والله هذا هو البنطال حبايبنا والحذاء شوي كبير حبيبي والله. اوكي هيك شباب كون جبنا كثير يعني جمعنا بطاقات
دايموند حبايب اللي بقى بعد 11 نزل بالدايموند اوكي و... وبالطاقات هدول شباب كثير مهمات يعني بتعرفوا يعني هدول اسلحه مرات ينزل لك اسلحه عشان مثل هذا باللوز بالطاقات لحد من الشباب حبيبي والله 103 بطاقات شباب يعني عم جمعهم شوي شوي معلم باقي 17 واللي بعد 10 لا يا زلمه شباب بعد 50 لا مش صدمه كبيره صارت معي شباب بعد 10 ايام لازم استعمل 50 بطاقه او نو شيت مان اوكي بنشوف نشوف اوكي زي شيء شيء حاضر يا شباب ثاني شباب حبيبي والله سو so, اوكي حبيبنا هي بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير اوكي شفنا اهم الاشياء لهذا الحدث المرتب اوكي يا اساطير جبنا بطاقات جبنا البطاقات هذا تمام وجبنا شباب كثير بطاقات تغيير اسم فهمتوا علي يعني ان شاء الله الشباب عن قريب اوكي جبنا صار عندنا 6 بطاقات تغيير اسم ليديز اند جنتلمان حبايبنا اوكي هلا على البث المباشر دائما بنعمل نغير اسمنا جاي ونعمل مقالب عشوائيه فهمت علي مثل كل مره يا بعطونا افكار حلوه حبايبنا اوكي وبطل من كل ستور شباب يكتب لنا بالتعليقات بدي منكم تعطوني شو بدكم ننزل بالمقاطع الجايه يا اساطير اوكي نختار واحد من التعليقات شباب وباللوز حبايبنا لا تنسوا تكتبوا التعليقات التعليقات كلمه حلوه تعليق يجيب تعليق مرتب تمام اوكي وحبيبي والله شو حبايبنا هيك بنكون مقطع اليوم يا اساطير اشوفكم على خير اشوفكم مسيوات باللايف يوم الاحد باي باي